امبارح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي التقى بمقر الجزيره المجلس الجديد للنقابه العامه للعاملين بالنادي اللي تم انتخابه خلال الايام القليله الماضيه. استمع كابتن محمود الخطيب لرؤيه المجلس الجديد بخصوص خطه العمل الخاصه بالمرحله المقبله، وشدد على ثقته الكامله في عملهم بكل جهد واجتهاد تماشيا مع اهداف وطموحات مجلس اداره النادي. وكمان اكد الكابتن الخطيب على ضروره استمرار بذل كل الجهود الممكنه لتوفير الاجواء المناسبه لكافه ادارات النادي للعمل تحت شعار التطوير والمبادئ والتاريخ. وكانت الانتخابات اللي جرت الاسبوع اللي فات قد اسفرت عن انتخاب مجلس جديد ضم كلا من هاني صلاح رئيسا للجنه النقابيه، ومسعد ناجح نائبا لرئيس اللجنه، سيد شحات الامين العام، محمد امين الامين العام المساعد، ايمن عريضه امين الصندوق، احمد مكي امين الصندوق المساعد، والاعضاء احمد جمال ورامي رجب وعصام سيد ومحمد عمر ووليد السيد. اكيد بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي.